ولكن خل ابدا شلون بدت معي هذه الهوايه، لان كل واحد بده يعرف شنو هذا المتدرب شنو عنده. طبعا اسم دورتي صورها صح. ليش انا قلت صورها صح؟ استاذ سعيد بسالك سؤال، كم لقطه موجوده في تليفونك حق ناس انت تحبهم لما تطالع هذه اللقطه تبتسم؟ كثير. صح ولا لا؟ هذا دليل ان الصوره هي عباره عن التقاط لحظه تدوم الى الابد معانا. ولكن ما ودك ان هذه اللقطه تكون لوحه فنيه، تكون خلفيه الجوال؟ عاده تشوفون اكثر الناس يحطون خلفيه الجوال، ولكن الصوره مو احترافيه. ما ودك انها تكون صوره احترافيه؟ ليش؟ لان الموقف او اللحظه اللي موجوده جميله، ويزيد جماليتها شنو؟ انك تصورها بصوره احترافيه. بديت التصوير انا ب 2011، اول ما بديت التصوير قعدت اتصور ورحت حق يعني نقول ناس محترفين في التصوير. فاول ما جيتهم شنو قالوا لي؟ طبعا تدرون احنا ما شاء الله التحبيط عندنا شيء مو طبيعي. فقال لي واحد من الشباب، قال لي ابو خالد لو اعطي كاميرا حق ياهل ابرك. بس ما يدري ان هذه الكلمه كانت سبب رئيسي انها تحفزني. رديت عليه قلت لك اتمنى ان يكون عندي شنو؟ براءة الطفولة في صوري، لأن أهم شيء في الصور شنو؟ هي العفوية. أوكي؟ تطورت شوي شوي، بس كنت خجول إني أصور البشر، أستحي، تعال سوي كذي وسوي كذي، عرفت؟ نوعا ما لي الحين مو متعود على الجو هذا. فش قمت أسوي؟ قمت أجيب بالدوانية الشباب قاعدين، كل واحد صافط موتره برا، ها فيك نروح نصور السيارة، وهو يبي يستانس بعد يبي ينزل سيارته بالإنستغرام، فقال يلا توكل على الله. فقمت أسوي؟ قمت أصور سيارات، بداية انطلاقتي في تصوير السيارات هذا كله بالكويت. فقمت أسوي؟ لا مو مباركي هذا شوخ. قمت أسوي؟ أخذ السيارات الشباب ونقعد ساعتين ثلاثة أحاول أني أطلع لي لقطة واحدة. قمت صورت السيارة الثانية، هذا جاني من السعودية عشان أصوره. لما انتشرت الصورة الأولى تواصل معي بالانستغرام وقال بيك تصور سيارتي، كم تبي فلوس؟ وقت انا توني بدايتي، عرفت؟ اهم شيء عندي السياره مو الفلوس. قلت له تم ابشر. صورت السياره الثالثه. حلو؟ شويه شويه صار في شيء غريب، انه قاموا يتواصلون معي شنو؟ وكالات السيارات. طبعا الشيء الحلو ان الوكالات العالميه قامت تتواصل معي بحسابي الخاص. انت وين؟ وين متواجد؟ كان اول ايام لما يدرون اني عربي يوخرون. لين شوي شوي تطورت الامور. انزين شوي شوي قمت اتطور بالتصوير وبالشغل، وقاعد احاول على كثر ما اقدر لما يجيني راعي السياره عشان اني اصور سيارته ابيها لوحه فنيه، لان ادري اللي شرى هذه السياره وده ان تكون هالسياره باحلى صوره ويبيها مختلفه. تطور العمل، نفس الشاب السعودي قمت شنو؟ قامت تي افكار. تخيلوا الصوره، طبعا كل صوره لها قصه. الصورة مالت القصة هذه شنو قلت له؟ واحنا واقفين وهو راد بالسيارة مو طق بريك ولا الخلفية صارت حمراء. قلت له ايش رايك تقعد داخل السيارة تطق بريك عشان اللون يصير احمر كذي تحس انه في خطر يعني. وحلو ركزوا انه فوق مخلي مخرج عشان تعطي الصورة. هذه الصورة انا كنت بروح فيها. هذا تواصلت راعي السيارة قلت له ابي اكون تحت السيارة، ايش كثر تقدر ترتفع؟ قال لي كم تبي؟ متر مترين كم تبي؟ قلت له اللي تقدر عليه. قال السياره في درجولك بس انت دير بالك. قلت له اوكي. فكنت نايم بالارض قاعد اصور السياره. المهم اول ما طب، طبعا سايق سياره شويه متين، اول ما طب ونزل انا هديت الكاميرا قاعد اضحك. ليش؟ لان اول ما نزل شنو سمعت؟ ديد. والسياره تكسرت. بس تخيلوا وهو متعور نزل ركض ايده تعوره ياي ورني الصورة، ولا شوف الصورة صايرة كذي. طبعا بعد ما عدلت عليها بالفوتوشوب فصارت صورة خيالية نوعا ما. هذه خذت مني الصورة، هذه خذتها مني حسابات عالمية ووثقوها باسمي. بعدين لازم صور. طبعا انتم مستغربين ان هذا يطلع مني انا. يا جماعة تبارك الرحمن، مثلا الأستاذ سعيد الله معطيه نعمة العقل والإلقاء والصوت ودرجات الصوت. سعد الله معطيك نعمة الصوت الإنشادي، كذلك الصوت الجبلي عند أخوي سرور
القرآن عند أحمد سعود، الشعر عند فيصل، كل واحد فينا مميز، ولكن شنو؟ خليه يبحث عن التميز اللي موجود داخله. ترى أغل شيء عندك موهبة واحدة، فما بالك إن الله سبحانه وتعالى معطيك أكثر من موهبة. حلو؟ صورنا هذه السيارة، هني كانت أول نقلة لي. تواصل معي أحد البنوك الكبيرة بالكويت وقال عندنا تصوير حق ماكلارن ونبي البوستر اللي راح يكون في الشوارع تصويرك الشخصي. هذه أول صورة خذيت عليها فلوس. هني شنو فكرت؟ فكرت أن الهواية ممكن تقلب إلى شنو؟ إلى احتراف، دخلي فلوس لأن معدات التصوير غالية. طبعاً هني بدايتي كلها ليه الكاميرا هذه كانت معداتي ما تعدل 2000 ريال. شفت الصورة اللي طافت؟ ترى بألفين ريال، يعني مو مبالغ ضخمة، كاميرا بسيطة، عدسة بسيطة، سويت الشغل هذا. المهم بعدين شنو؟ تواصلوا معي المطاعم، نبيك تصور لنا شنو؟ نبيك تصور لنا طول عمر السلامة المنيو مال الأكل. زين أنا ما أعرف، قمت أبحث في جوجل، أبحث عن مصورين، قاعد أشوف، لأن مثل ما أن القارئ يزيد ثقافته بالقراءة، المصور يزيد ثقافته البصرية بالصور، لازم يتداول كثير من الصور عشان تزيد الثقافة عنده. إيش رأيكم بالتشيز كيك؟ بعدين كسرت حاجز، شنو حاجز؟ اني بصور اشياء حيه، فقمت اسافر. تفضل. طبعا يجدد بصره بيش؟ يزيد ثقافته البصريه من خلال الصور. الصور يعني انا تقريبا لما بديت التصوير يوميا اقل شيء اطالع من 1000 إلى 5000 صوره في نفس المجال، عشان شنو؟ اللقطات عندي اول باول، يعني كنت أقعد 3-4 ساعات باللابتوب بس إني أطالع أحسن صور في العالم. تتوقع أستاذ حمد إنه هذا يزيد من الذاكرة في الألوان؟ جداً جداً. بعدين تشوف تشبع الألوان وحالات الألوان. هذه طب طلعني واحد من الشباب قال أبيك تصور، والله بارك لي بهالصورة وشروها مني. زين إن شلون طريقة التقاط الصورة؟ قال لي إحنا كنا أكثر من 16 مصور، قال لي شلون قدرت؟ قلت له إن كنت ناطرة ينزل ويمسكها، أول ما مسكها التغطت الصورة هذه. هذه مثلاً كانت وياي بنتي منى، كنا بأكواريوم في الصين، فيجي الدلفين يتحرش ببنتي ويرجع، يتحرش ببنتي ويرجع، فخليت بنتي قلت لها وقفي أنا بحط الكاميرا فوق راسك، فيجي الدلفين مو يلعب مع بنتي، قمت وصورت. تخيلوا حتى لو تشوفون الدلفين قاعد يضحك، شلون قاعد يضحك معاها. وقمت التغطت الصورة هذه. تخيلوا هذه الصورة عجيبة، شاركت فيها مسابقة دولية بس ما ربحت. فكرتها شنو؟ تخيلوا شاذي كنا واحد مشهور ونازل يسلم على الفانز. شوف الفكرة شلون، الجوالات وقاعد يصورون معاه وهو متواضع قاعد يسلم عليهم. حالات أن يكون في كل صورة قصة أنك ترويها. هذه مثلا هذه الصورة ترى منتشرة، لا هذه الصورة، لا هذه الصورة أنا قصدي إنها لك منتشرة لك. إيه؟ لا منتشرة هم كتكوين، لأن الحين بتكلم عن الشيء هذا. إنه شوفوا شلون وقاعد يطالعني. أيوة الحين بوريكم صورة بعدها ما حد راح يصور نفسها. يا جماعة جيت بحديقة الحيوان كان بيني وبين شاذي هني قاعد الشاذي. يا جماعة غريب مسوي حركة إحنا نسويها لما نصور. لا حاطينه كذي. شيء شلون حاط ايده على خده كذي؟ حاط ايده كذا. كنا يقول صورني. قال كذا وين؟ صح ولا لا؟ شلون قاعد كذي يقول صورني؟ ايش ايش ايش؟ تطور العمل، قاموا يتواصلون معي المشاهير. يوني المشاهير بعد هم بأرب ايدول قالوا لي ابو خالد ما عندنا صوره رسميه لنا، نبي صورة رسمية وإحنا ترى معتمدين عليك. قلت لهم أوكي، صورتهم هذه الصورة واعتمدوا الصورة هذه، وهذه الصورة الثانية لهم. أتذكر سناب أنت كنت تتابع كأنه إنه كانوا وياي، هم الحمد لله علاقتي صارت زينة وياهم. بعدين شنو؟ قمت أدخل شنو؟ الإحساس الفني، إحساس البوستر الأفلام. لو تلاحظون الفكرة كنا فكرة فيلم. طبعا الشخصية الحقيقية الموجودة بالصورة فقط صاحبي، هذا صاحبي خليته يربي شوار بثلاثة أشهر مسكين. قلت له طالبك 3 أشهر رب شواربك أبيك بصورة. قال لي أوكي. بسبب إنه كل صورة لابد يكون لها قصة. قصة يعني تتكلم عن قصة. هني مثلاً هذا سميناه سوبر خليجي، لو تلاحظون هذه لعبة مشهورة بلايستيشن،
وهني واقف منه واقف شخصية خليجية حشاك ماسك نعال يعني يبي يدش على منه يبي يدش على المجرمين كله تركيب هذا بالفوتوشوب. فشنو تعطي حتى قصة حلوة، لأن شنو لاحظ بعد فترة أن الصور قامت تتداول بالواتساب. شنو الصور اللي تتداول بالواتساب؟ الصور اللي فيها فكر أو فيها قصة كوميدية أو غريبة. هذا مثلا هذا ناقد سياسي عندنا بالكويت، انزين فيا لي فقال حبيبي أبيك تهبل فيني سوي لي أي صورة كوميدية، وهو طالحة كوميدي سياسي. قلت له إيش رأيك توي ستوري مو عندهم الكابوي؟ قال لي زين. قلت له أنا بحطك أنت الكاركتر الخليجي. لا يقول لي أوكي، فصورته بالصورة هذه إنك النسخة الجديدة من توي ستوري. شوية شوية بدوا يدقون علي المشايخ الكبار. الله حلو. فقمت تواصلت مع المشايخ، قام يتواصلون معاي وإنه قالوا أبو خالد نبيك تصورنا، وكان لي الشرف إني صورت ألبوم الشيخ العفاسي. لا خلص لنا 35 دقيقة بعدين أنا بنسحب. مشاركتكم في الريالتي الله يخليك. طال عمرك تعرفت على علي بن عيسى المصور الملكي. طبعا لي الشرف، لي الشرف أن صورة الخلفية صورة الشيخ فزاع. كلمت علي بن عيسى يستأذن من الشيخ فزاع أن أخذ الخلفية وركب عليها علي بن عيسى. صورت علي بن عيسى، علي بن عيسى المصور الملكي، وحطيته. لو تشوفون قصة الشسمة لأنه هو شنو يصور دبي كلها، فانا كنا شايف كل مكان في دبي. يعني صور الملوك. حلو. الشيخ فهد الكندري هذا بوستر حق برنامجه بالقران اهتديت. لاحظتوا التطور شلون؟ تطور شلون؟ احمد السهلي المصور الملكي، طبعا اكثر السعوديين يعرفونه احمد السهلي. انزين الشيخ مشعل العفاسي. قمت ادخل افكار جديده. قام يجون المشايخه اقول لهم ليش تصورون صور تقليديه؟ كنا بالاستديو، ليش ما نسوي لكم حركات؟ كنا بوستر فيلم بس اللي موجود فيه شيخ. لو تلاحظون الشيخ تحت قاعد يصلي بالناس بصلاة التراويح، والصورة الأساسية الشيخ مشاري، والخلفية شنو؟ الأحرف العربية. فأنت جمعت شنو؟ كل شيء. يعني مبين أن الصورة عربية. أنا ليش بديت هالبداية؟ قعدت سنتين قاعد أبحث عن شيء اللي هو مهم. كل واحد فينا يصور ولكن عنده مشكلة، مو عارف هو يروح أي قسم من التصوير أو أي مجال في التصوير عشان